الحقيقة أنا سعيدة جدا بإن إحنا النهاردة وقعنا مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بروتوكول للتعاون مع وزارة الهجرة. وزارة الهجرة واحد من أهم الملفات اللي هي بتسعى إلى تحقيق إنجازات في إطاره ده، علشان يبقى لأن المنجز في الآخر هو إنجاز لمصر وللشباب المصري، هو ملف التدريب من أجل التوظيف. ملف التدريب من أجل التوظيف إحدى الملفات اللي بتهتم بالشباب وبتسعى إلى إعطائهم ومنحهم مستقبل أفضل وفرص أفضل. وعمر ما المستقبل والفرص الأفضل هيكونوا من غير ما يكون هذا المستقبل والفرص مدعوم بالمزيد من الخبرات والقدرات للشباب المصري باعتبارهم موارد بشرية. فإحنا بنسعى لتطوير الشباب المصري كمورد بشري متميز، بحيث إن هو يبقى معاه الخبرات والقدرات والكفاءات والإمكانيات اللي تخليه ينافس في سوق العمل، سواء سوق العمل في مصر أو خارج مصر. كمان إحنا بنسعى من خلال هذا البرنامج إلى مكافحة يعني مكافحة كارثتين بنحاول إن إحنا نقف في وجههم، هو الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. الهجرة غير الشرعية هي حلم في ذهن وفي مخيلة المزيد من الشباب اللي هم بيقعوا تحت خط الفقر وما بيبقاش ليهم نصيب من التعليم كبير. بيسعوا إلى إن هم يبقى عندهم حلم إن هم يروحوا إلى إحدى الدول الكبرى، ومن خلال إن هم يرموا نفسهم في البحر علشان يروحوا لهذه الدولة، لو ما فقدوش حياتهم في الطريق بيتخيلوا إن هم هيروحوا هذه الدولة وهيبنوا فيها مستقبل كبير. فالحقيقة بما إن إحنا ولادنا هم أهم عنصر في عملية التنمية وهم المورد البشري والكرامة المصرية الحقيقية اللي بنسعى للحفاظ عليها، فإحنا كوزارة وكدولة بنسعى إلى توفير الفرص البديلة التي تعطيهم نفس النجاح في بلادهم مصر، سواء بقى من إن إحنا ننميهم كقدرات بشرية عالية ونديهم نوظفهم في مصر في الوظائف اللي هي تنجحهم وتخليهم يحسوا بقد إيه إن هم ناجحين وعندهم مستقبل وعندهم وأبنائهم هيبقى عندهم مستقبل أفضل وما إلى ذلك، أو من خلال تحقيق حلمهم الأصلي إن هم نقدر إن إحنا بالتعاون مع شركاء من الدول المتقدمة اللي عندهم مشاكل في إن هم تحولوا إلى مجتمعات مسنة وعندهم فجوات في سوق العمل، إلى إن هم يتم إلحاقهم بهذه الأسواق ومنحهم الوظائف المناسبة لخبراتهم اللي احنا اوريدي طورناها هنا، بحيث ان هم يشتغلوا في هذه الدول اللي بيحلموا بيها، بس يبقى هجرة نظامية وعمل نظامي في بكامل الحقوق وكامل الواجبات.